المسافرين؟ الرياض. في كافيه. تفاجأت بالبزنس مرة انبسطت. ارفع الكرسي وصلنا. ثاني مرة تيجي الرياض؟ وصلنا مرة ثانية في الرياض. هذا اسمه العنود. اليوم يوم ميلادها. كم عمرك؟ حتحتفل معانا هنا في المصنع وحندخل حنشوف كيف يسوي بسكوت هنا واشياء كثيرة حلوة. طبعا حناكل كثير يعني؟ يلا. عشان ما تسقع راسها في السير ولا شيء. عشان ما تسقع رؤوسكم. اول شيء غسل يدي بالصابون، بعدين ينفف هنا، بعدين يمشي على هذه حط يدي هنا وتنور اخضر حتى يطلع. في كثير بسكوت مخفي هنا، انت لازم تحصلوه. الشخص اللي حصل اكبر عدد من البسكوت حيفوز وفي جائزه. يلا بسرعه، يلا جو 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 جو. ايش عندك كمان؟ اوه ماي جاد. ايش؟ اوه انا جمع كثير. حصلت واحد ورا. يلا لا انا هذه عنود شافت اول. عنود شافت مين جمع اكثر شيء؟ مين فاز؟ كم جبتي؟ 8. اوه زي ايمان. اوه انا جاب 9 والبنات جابوا 8 كل واحد. اوه لقيت واحده هنا. اوه خلاص خلصت اللعبه. لا لا انا خلاص. خلاص تقول كيف حشيل هذا كله؟ ما حتشيليه، حتاكليه دحين كله هذا. يلا حمست شويه 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 اطفال، مو دحين هذا كله يا اطفال. كروز. انا ان شاء الله ان شاء الله. مين يبغى هذا؟ استنوا استنوا، اعلى واحد يقول ييها حياخذه. ييها اعلى. كل واحد فيكم حياخذ واحد. ايش هذا؟ ما نعرف مين اعلى صراحه. مين يبغى كمان؟ اللي يرقص احسن واحد بعطيه. اوكي خذي خذي. معليش الدراسة صوتك ما كانت قد كذا امس، بمزح. اي ايش كمان تبغى تسوي في المصنع؟ شيبس. هذه بطاطس فرفشة بنكهة الكاتشب، كيف أطفال؟ من أول جالسين قاعدين ياكلوا. عندهم ووكي توكي بيتكلم مع بعض. يلا قولي شيء. عنود بتعلم ايمان اللعبة العربية. انا ست حتلعب بعد ايمان. ايمان حاول تغني معاها. بسم الله. هيا يلا انس دورك. يلا حاول مو مشكلة. ترام ترام انت دبا. بيحاول يسوي الحركة ما يقدر. اي انس فين ال فين ال فك لا 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 يا فك لا 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 قال الدب دب 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 قال الاسد ستوب. لا حد يتحرك لا حد يتحرك لا حد يتحرك. بسم الله. اوه ماي جاد. لا تسوي كذا لا تسوي كذا. استمتعتوا في المصنع؟ عنود الله يسعدها وتبغى تعطيكم
اكياس كلها منتجات ديما ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. شكرا الف شكر. هناكلها كلها اليوم طياره. بقوا شويه ليوسف بقوا شويه ليوسف ايش هذا؟ سكتش تايم. انا سيمان اليوم جينا مصنع ديما عشان ناخذ جوله. مو معناه عندكم تاكلوا اللي تبغوه؟ اكيد يا بابا احنا جايين الجوله مو للاكل. ابغى اشوف ردة فعل البسة اللي استخدمت هذه قدام هذا. ابغى اشوف ردة فعله. هم يقولوا لا لا ما يصير.